أهلا بكم. ثمة من يؤكد أن أهمية التظاهرات الشعبية الحالية في العراق تكمن في كسرها الأصفاد النفسية التي كبلت المجتمع منذ 15 عاما، وهو ما تجلى في حدة الشعارات المهاجمة لأحزاب العملية السياسية ومهاجمة إيران وتحميلها المسؤولية كاملة عما آل إليه الوضع في العراق، وهو ما اعتبر حالة متقدمة لخصوصية جغرافية التظاهرات ولونها الاجتماعي، حالة من الوعي الشعبي الكلي الذي قد يؤسس لمرحلة جديدة من المواجهة الشعبية مع قوى العملية السياسية. تظاهرات العراق وفرصتها لتأسيس مرحلة جديدة من المواجهة في العراق هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: ما الذي يميز هذه التظاهرات المستمرة في جنوب العراق وبغداد عما سبقها من حراك شعبي في مواجهة قوى السلطة؟ وهل فعلا كانت هذه التظاهرات أكثر شجاعة ووضوحا في تحديد المسؤولين عن خراب البلد ونهب ثرواته وداعميهم لا سيما إيران؟ وكيف استطاعت هذه التظاهرات تحطيم المحرمات والأصفاد النفسية والخطوط الحمر التي كانت موضوعة أمام المجتمع العراقي منذ العام 2003؟ ولماذا اعتبر هذا الحراك الشبابي حالة متقدمة من تنامي الوعي الكلي للمجتمع في إدراك خطورة استمرار مشروع الاحتلال على العراق كيانا ومجتمعا؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، لقاء مكي. كانت الشعارات التي رفعها المتظاهرون في محافظات جنوب العراق وبغداد ومهاجمة مقرات أحزاب العملية السياسية وميليشياتها لافتة، مهاجمة إيران ومرشدها وتمزيق صور الخميني في أكثر من مدينة في الجنوب لم يكن بالأمر المعتاد أو السهل في العراق المحكوم بكواتم الميليشيات وفرق الموت الطائفية المرتبطة مباشرة بقاسم سليماني وحرسه الثوري. أجمع المشاركون في هذه التظاهرات الممتدة من البصرة إلى بغداد على أن السبب الرئيس في خراب العراق وإفقار أهله ونهب مقدراته وثرواته هو جمهورية الولي الفقيه من خلال الميليشيات وفرق الموت التي كانت تسوق وتقدم على أنها هي الحصن المنيع والملاذ الأخير للشيعة من قوى الإرهاب، فإذا بهم يجدون أنفسهم في مواجهة رصاص هذه الميليشيات لمجرد مطالبتهم بالماء والكهرباء والدواء. مهاجمة إيران وأحزابها وميليشياتها الطائفية واقتحام مقراتها في وسط وجنوب العراق خلال هذه التظاهرات وانتقاد مواقف المرجعية الدينية وتحميلها جزءاً من المسؤولية مما آل إليه الوضع في العراق من خلال دعمها المتواصل لأحزاب العملية السياسية الفاسدة كان كسراً لمحرمات وقيود نفسية غليظة وخطوط حمر من يفكر في الاقتراب منها سيدفع حياته ثمناً لذلك. انتقال التظاهرات سريعاً من مطالبها الخدمية في الماء والكهرباء والصحة والتعليم إلى مطالب سياسية واضحة بإنهاء هيمنة أحزاب العملية السياسية الفاسدة يؤشر إلى وعي شعبي عراقي متنام بخطورة استمرار هذه اللعبة الجهنمية التي أتت على العراق دولة ومجتمعا ومقدرات اقتصادية، وأن التغيير الشامل في العراق صار حتميا وضرورة وجودية وليس طرفا سياسيا يمكن تأجيله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي ستبحث في التظاهرات الشعبية وحظوظها أو فرصتها في التغيير في العراق. ضيوف الطاولة: الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، والدكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين، وسيكون معنا عبر الهاتف من الدوحة الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور لقاء مكي. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. حياكم الله. دكتور، ثمة من يعتقد أو يذهب أو يؤكد أنه لهذا الحراك الشبابي أهمية خاصة لخصوصية ديموغرافية متعلقة بالجغرافية وباللون الاجتماعي، يعني الذي انطلق من عنده طلقت منه هذه التظاهرات، يعني هذه البيئة صورت على أنها خزان بشري للتنظيمات المسلحة وأحزاب العملية السياسية والداعم الرئيس القاعدة الشعبية الرئيسة. هل هذه مفارقة، صدمة لأحزاب السلطة، انقلاب متوقع بعد نفاد الصبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا أستاذ ماجد، مثل ما وصفت، يعني وانت تسأل عن هذا وهو يعني يصيب كبد الحقيقة. نعم.
ما يميز هذه التظاهرات عن غيرها انه الغالبيه العظمى من الذين خرجوا في هذه التظاهرات هم من فئه الشباب، نعم، غير المؤدلجين. كل هؤلاء هتفوا ضد احزاب السلطه، ضد كل الترتيبات، ضد كل الميليشيات، ضد القوى التي ترعاها السلطه وتمسك السلطه وتمسك كراسي السلطه. فبالتالي لو كانوا مؤدلجين، لو كانوا تابعين لها احزاب السلطه وهي كثيره، لما كانوا في هذه التظاهرات، لاستطاعت احزابهم ان تمنعهم، ولما شتموا هذه الاحزاب وكانت هتافاتهم واضحه، ويحملون المسؤوليه لهذه الاحزاب وهذه القوى والعمليه السياسيه فيما حل بالعراق. هذه اولا. النقطه الثانيه اللي ربما هي تجيب عن تساؤل حضرتك، ان كل هذه الاحزاب الشيعيه تكلم هكذا لانه المناطق التي خرجت في هذه التظاهرات مناطق الجنوب، نعم، محافظات الجنوب العراقي، نعم، لم تشارك محافظات الغرب اللي تسمى محافظات سنية، محافظات شيعية. فبالتالي أحزاب السلطة هي المتواجدة في هذه المناطق، وهي من تدعي أنها جاءت من أجل مظلومية هؤلاء، وأن هؤلاء القواعد الشعبية لهذه الأحزاب، نعم، كما صور طبعا هي يعتبرونهم قواعدهم الشعبية، نعم، مثل ما قالوا، ويقولون قالوا في كل شعاراتهم أنهم جاءوا من أجل إنقاذهم ودفاع عن مظلوميتهم وإنقاذهم من الأوضاع السيئة، على اعتبار أنه كانت الفئة الأكثر المسحوقة كما أيضا روج من قبل يعني الحقب السياسية بعد الماضية. 15 سنة هذه الفئة التي يدعون أنه جاءوا لنصرتهم، لرفع الضيم عنهم، لرفع مظلوميتهم، هذه الفئة هي التي خرجت بتظاهرات تشتمهم، تشتم هذه الأحزاب وتشتم هذه القوى التي تدعي أن هؤلاء خزانها، خزان قوتها. نعم. وفعلا هؤلاء إذا أردنا واقعيا، يعني إذا مثل ما يتحدثون انتخابات وقوى فازت وأحزاب فازت، فهؤلاء هم الذين انتخبوا من في السلطة، يعني بأصابع هؤلاء وبدمائهم وبكل تضحياتهم بعرقهم هم الذين أوصلوا كل هذه الأحزاب وهذه القوى والميليشيات إلى السلطة. نعم. فبالتالي الكراسي كلها يعني ملكا لهذه الفئات التي خرجت بتظاهرات عارمة تطالب بحقوقها، وحقوقها أبسط حقوقها في الحياة، نعم، تطالب بالماء والكهرباء والخدمات، يعني قضية بمطالب إنسانية. لكن نفس هذه القوى التي تدعي أنها جاءت من أجل مظلوميتهم هي التي واجهتهم بالرصاص والحديد والاعتقالات والسحل والتنكيل، واتهمتهم بأنهم مفسدين، مخربين، لديهم أجندات خارجية. البعض يعني اتهمهم حتى بالداعشية. نعم نعم، كلام غريب عجيب الحقيقة، واتهموهم بأنهم تجاوزوا الخطوط الحمر وأنهم يخرجون عن السلطة. يوم أمس معمم من ائتلاف دولة القانون قال هؤلاء يعني مرتبطون بأجندة صهيونية وإسرائيلية. نعم نعم، ونسوا أن كل هذه القوى التي تحكم العراق هي من جاءت بالقوى، يعني جاءت بقطار أمريكي وإيراني وقطارات أجنبية. سنتحدث دكتور عن، نعم، تأثيرات، يعني تداعيات تأثيرات هذا الحراك الشبابي على مشروع الاحتلال، على العملية السياسية جميعا. دكتور عبد الحميد، يعني واضح أنه أحزاب السلطة في حالة صدمة أو تخبط، وفي في في محل مفاجأة من هذا الحراك الشبابي الشرس والعنيف في بيئة اجتماعية. اعتقدت أحزاب السلطة أنها بمأمن بهذه البيئة الاجتماعية لاعتبارات يعني كثيرة. هذا الانقلاب الكبير الشرس والحاد كيف حصل؟ يعني أن تكون عناوين مهاجمة إيران، أحزاب العملية السياسية الطائفية، اقتحام المقرات، حرق لصور رموز إيرانية كانت تابوهات محرمات في خلال 15 سنة، كيف حصل هذا الانقلاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية للجميع. حقيقة فعلا يعني هي كانت صدمة لهم، لكن كانت هنالك مقدمة لها، كان هنالك مقدمة لمثل هذا الذي حصل من التظاهرات، وهي المقاطعة الكبيرة التي كانت عن إصرار عن قصد من فئات هؤلاء. نفس الشباب الذين يتظاهرون اليوم هم ذات الشباب الذين دعوا إلى المقاطعة
لذات الأسباب، وهو تحديد وتشخيص المسؤول عن خراب العراق وعن المأساة التي يعيشها ولا سيما هؤلاء الشباب. يعني الآن التظاهرات هي حالة متقدمة من المقاطعة، صورة أخرى من المقاطعة أو من المواجهة، هي مرحلة ثانية من مراحل التي تدل على الوعي. والعجيب أن هذا الوعي يتزايد ويتصاعد لدى أبناء الشارع، أبناء العراق، ولا سيما هذه الفئة، الفئة العمرية الشبابية التي هي عماد كل الثورات وعماد التغيير في كل البلدان التي يحصل فيها مثل هذا التغيير. مقابل هذا الوعي المتزايد والمتنامي لدى الشعب، لا نزال نرى أن هذه أحزاب السلطة تعيش في ذات الوهم الذي هي صنعته وهي اخترعته، وتعتقد أنها لا تزال مسيطرة على الشارع. هي تعتقد أن الخطاب القديم، خطاب الطائفي والتهديد الطائفي والخندقة الطائفية، هو خير ضمان لهم لإبقاء الشارع في صفهم، ولكن الحقيقة أنه قد فاق الشعب وقد انتهى مفعولية هذه الإبر المخدرة التي كان يستعملها هؤلاء الساسة. لكن إلى الآن، يعني رغم هذه الصدمة الكبيرة، رغم هذه الاندهاش الكبير من هذه الأحزاب، لا نرى أن هنالك أيضا تجديد، تحديث في طرق معالجتها. فمن يتابع خطابات هذه الأحزاب فسيجد أنها لا تزال تسير في ذات الإطار، ذات الطريق، متمسكين بالأسلوب القديم في الخطاب، ومنها ما أشار له الدكتور. لكن الحكومة دكتور يعني قدمت وعود كبيرة بالإصلاح، تحدثت عن فرص للتوظيف، مخصصات مليارية للمحافظات التي تشهد تظاهرات. يعني ولذلك أقول هذا نوع أيضا من الأسلوب القديم. الشعب العراقي لم يعد تنطلي عليه الوعود الكاذبة ممن لا يمتلك، لأن هذا الشعب جرب هذه الأحزاب حينما كانت تمتلك لديها إمكانيات في التغيير، كانت وعودها جوفاء. فكيف وهي اليوم على أعتاب نهاية مرحلة سياسية وأزمة اقتصادية ومالية أيضا في العراق؟ ليس فقط الاقتصادية، الأزمة الاقتصادية ممكن أن تصلح، لكن الأزمات السياسية التي هي مفتاح كل الأزمات الأخرى هي ما زالت مستمرة، وهؤلاء لا زالوا يصرون على هذه الأزمات بل تعميقها. فالشارع اليوم قد كفر بهذه الوعود، وكفر بهذا المنهج، وكفر بهذه العقلية، وهذه المعالجات الكلاسيكية التقليدية المجربة، فلا بد من تغييرها ما يناسب الوضع الجديد. دكتور لقاء مكي، أنت كتبت أن هذه التظاهرات الحالية في العراق كانت من مميزاتها والميزة الرئيسية لها أنها كسرت المحرمات، التابوهات، وحطمت قيود نفسية فرضت على المجتمع خلال المرحلة القادمة عمرها 15 سنة. هل من توضيح أكثر لما كتبت؟ نعم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وتحية لك ولضيفيك الكريمين والجمهور العزيز. أهلا وسهلا دكتور. الحقيقة نعم، بالتأكيد أنت أشرت أيضا في مقدمة كلامك إلى هذه التابوهات. عملية مهاجمة المقرات الحزبية والشيوعية، أرقها، وعدم مهاجمة أي مركز حكومي آخر، بمعنى غير المحافظات الطبيعة. يعني أن الحركة لم تكن حركة هدامة، بمعنى أنها حالة غضائية أو حالة فوضوية. لم يجري نهب مقرات أو أماكن عامة أو ممتلكات عامة أو خاصة، جرى فقط مهاجمة مقرات حزبية وميليشياوية، وحرق صور رجال دين ومن بينهم رجال دين إيرانيين مثل خميني، وايضا رجال دين من الشخصيات السياسيه الموجوده حاليا مثل عمار وعبد العزيز، وطبعا بالاضافه للسياسيين الاخرين مثل نور المالكي وسواهم. هذه العمليه حقيقه هي الاساسيه في كل ما جرى، بمعنى ان هذه الحركات الاجتماعيه التي بالتاكيد هي حصيله مرحله كامله من التراكمات، مرحلة طويلة بالتراكمات، بدأت في عام 2003، بدأت بوعود صدقها هذا الجمهور، وكان هناك مظاهرات تفوت بين حين وآخر في عام 2015 في ترجة البصرة، وأيضا في بغداد منذ عام 2011 عدة مرات، لكنها كانت بحدود معينة وملتزمة ببروتوكولات خاصة، يعني لا تهاجم مثل هذه الرموز. هذه الهجمات حقيقة
أثبتت أن الجمهور في الجنوب، الجمهور الشيعي تحديدا، نعم، لم يعد لديه أصنام يمكن أن تكون رمزية أو أصنام لا يمكن مهاجمتها. بالتالي هذا هو الحقيقة المكتب الأساسي ربما أو المتغير الأساسي في مثل هذه الحركة الاجتماعية، رغم أنها ويجب أن نضع هذا تحت أكثر من خط، أنها حركة مثل ما قال الدكتور رافع غير مؤسسة، وبالتالي هذه عدم الأيديولوجيا بقدر ما هي ميزة فهي نقطة مشكلة. نعم، نقطة ضعف أم قوة لهذا الحراك دكتور؟ نعم، هذه عدم الأدلجة نقطة قوة أم ضعف لهذا الحراك؟ هي من ناحية إيجابيتها الوحيدة أنها شعبية عفوية، يعني غير مدفوعة من جهة معينة تريد تصفيه حسابات مع أنظمة أو أحزاب السلطة. نعم، رغم أنه ليس هناك حزب خارج السلطة، يعني كل الأحزاب الموجودة بالعراق هي اليوم جزء من العملية السياسية. المهم بالموضوع أن عدم الأدلجة العفوية المطلقة للمظاهرات والاحتجاجات هي أيضا مصدر ضعف، باعتبار أنها ليس لها قائد وليس لها إطار تنظيمي. هي خرجت بفورة اجتماعية، بفورة من الحاجات الإنسانية الطبيعية، بفورة غاضبة على سوء، ليس فقط سوء الخدمات ولكن الفساد وسوء الإدارة، و تنتهي بتقديم بعض الوعود مثل ما يجري اليوم. يعني احنا ايضا يجب ان نضع في الحسبان ان عدم تحويل الحركات الاجتماعيه الى كيان تنظيمي او اطار تنظيمي قابل لقياده البلد او قياده هذه، سنتحدث دكتور اسمح لي أيضا. سنتحدث اكثر عن عمليه الاستثمار السياسي لهذا الحراك الشعبي والذهاب به ربما إلى إطار أو إلى مظلة قد تؤسس لمرحلة جديدة في العراق، يعني وتوطئ لعملية تغيير إذا سمحت. دكتور رافع ماشي ابقى ويانا. دكتور رافع، يعني هناك هجمة شرسة الحقيقة على هذا الحراك، على التخوين، على اتهامه بشتى الاتهامات، أجندة خارجية وأنت جيت على ذكرها قبل شوية، وهناك أيضا عملية تجاهل من الخارج، عملية تجاهل واضح سياسي وإعلامي لهذا الحراك. هل ترى ثمة مؤشرات على قدرة هذا الحراك على الصمود في مواجهة هذه الهجمة الشرسة التخوين، بالإضافة إلى الرصاص؟ هناك رصاص، هناك قتلى، اعتقالات، خطف وعملية تخويف من هذا الحراك. قدرته على الصمود أستاذ ماجد، يعني دعني أقول أولا أن الغضب العراقي، التظاهرات العراقية، الغضب العراقي ليس استثناء، يعني وليس مثل ما يقال فيه استعصاء، يعني ليس جديدا أن تخرج مظاهرات في العراق مثل ما خرجت في بلدان كثيرة وغيرت أنظمة كثيرة. يعني شهدنا دولا وفي تاريخنا القريب والبعيد دول كثيرة خرجت شعوبها، يعني لم تواجه شعوبها ظلما مثل ما واجهها أوضاعا مأساوية مثل ما واجه الشعب العراقي. مع ذلك أن هذه الثورات دكتور كان لها ما يساندها في الخارج. نعم، التظاهرات اللي في العراق كل المواجهة سلمية ومسلحة كانت يتيمة في العراق. ليست كل التظاهرات من يساندها في الخارج، أعود مرة أخرى أنا أتكلم عن العراق، لذلك قلت أنه هذا الغضب العراقي ليس استثناء. إذا ما عدنا إلى تاريخ العراق السياسي الحديث على الأقل سنوات، الشارع العراقي شهد تظاهرات كبيرة. في عام 48 خرج أهل العراق في تظاهرات كبيرة ضد معاهدة بورتسموث. نعم، واجهتهم السلطة بالحديد والنار والقتل، وجسر الشهداء سمي جسر الشهداء لأنه سقطوا عليه كثير من المتظاهرين قتلى برصاص الشرطة في وقت يعني شرطة السلطة. ولكن بالتالي أسقطوا المعاهدة وأسقطوا حكومة. 52 أيضا ظهر مظاهرات كانت كبيرة وأيضا لها تأثيراتها بال56 بال58، كل هذه أطاحت هذه الاحتجاجات برموز كبيرة بأطر سياسية كبيرة استطاعت أن تطيح بها، وما كانت مدعومة من الخارج، كانت عراقية بحتة ومثلما كانت موجودة في دول كثيرة. إذن وأعود مرة أخرى أقول مثلا انتفاضة 25 شباط 2011 كادت أن تطيح بكل هذه الترتيبات اللي جاء بها المحتل
من عام 2003 لغاية عام 2011 كادت أن تطيح بها لولا تدخل الإيراني والتدخل الأمريكي واستنفار لكل القوى واستطاعوا بالحديد والنار. وصولا إلى ما حضرتك تسأل عنه، وجهت هذه تلك التظاهرات ووجهت هذه التظاهرات بنفس الشعارات إذا نتذكر 25 شباط وما بعدها. نوري المالكي كحكومة، كان نوري المالكي رأسها، ماذا قال عن المتظاهرين؟ قال بعثية، مندسين، مخربين، صدامين، اتهمون بكل الاتهامات، ورغم أن المطالب كانت مطالب عادلة، مطالب مشروعة، مطالب وطنية، والدستور رغم أنه دستور كسيح كان يضمن خروج هذه التظاهرات، لكن واجهها بهذه الطريقة. والآن واجهها العبادي بنفس الطريقة، وصل للحد اللي قال ذول المتظاهرين اللي خرجوا من الجهلة. نعم. أن يصف الشعب العراقي بالجهلة، هؤلاء الشباب اللي خرجوا مطالبين بالكهرباء، ما حاجات الضرورية والعمل بطالة وصحة زينة يريدون ومدارس زينة، بالتالي يصفهم بالجهلة. ولم يتحدث عن الأحزاب، أحزاب السلطة التي حتى لو كانوا، وحش العراقي من الجهل هذا الوصف، لكن حتى إذا كانوا جهلة فمن وصلهم لهذه الحالة من الجاهل هذه الأحزاب الجاهلة. نعم. التي تحكم العراق، فبالتالي هذه الأوصاف. وإذا كان موقف الحكومة وأحزاب السلطة مفهوم، دعني أقول إن موقف المرجعية، ما يسمى بالمرجعية الدينية، باختصار دكتور، نعم عندنا فاصل. نعم. غريب عجيب هذا الموقف في عام، وأعود مرة أخرى إلى 25 شباط 2000، قبل شهرين من 25 شباط 2011 كانت المرجعية تتحدث عن مطالب الناس والفساد والخراب ويجب معالجته، لكن في عشية 25 شباط ظهرت المرجعية بناطقها الكربلائي أو الصافي في وقتها، وتحدث أيضا بلغة تخوينية تخويفية للحد الذي تلمس منه أنه لا تخرجون بهذه التظاهرات. اليوم بعد كل هذه التظاهرات، بعد كل ما قدموا من دماء العراقيين وأهل الجنوب بهذا الشكل، تظهر المرجعية مرة أخرى ليتحدث الناطق باسم المرجعية أنه فهمنا طلباتكم وأنتم لكم حق ونحن معكم، لكن انتظروا خلي يأسسون حكومة جديدة وهي من ترعى، لا يتحدث. فبالتالي هو دافع عن عملية سياسية، ابقاء العملية السياسية مثل ما هي. أحزاب السلطة نفسها اللي أسست كل الحكومات التي دمرت العراق. نعم. باقية ومحترمة وأحزابها باقية وتحظى بالدعم وتحظى بالدعم. نعم. وهم أبناء المرجعية. نعم. وعلى الشعب هذا أن يقبل بهذا الوضع وينتظر حكومة تشكل لكي تنظر في مطالبه، وكأنه مطالبه بعد 15 سنة من الخراب والدمار، وكل البنى التحتية العراقية قد أنهكت، وأموال العراق مليار تريليون دولار سرقت ونهبت. هذه البصرة التي يتحدثون عنها، معمل للماء الماء الصافي يعني تصفية المياه، معمل بكم مليون ما يجيبوا، والبصرة التي تعطيهم المليارات يوميا، وشعبها يتظاهر يسموهم بالجهلة والمندسين وأصحاب الأجندات الخارجية، وكل الأحزاب وكل القوى التي تحكم العراق لديها أجندات خارجية ومرتبطة بالخارج. مفارقة غريبة جدا. أشكرك دكتور. إذا نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوف الطاولة في هذه الحلقة عن التظاهرات وفرصة التغيير في العراق. ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في التظاهرات الشعبية في العراق وفرصة التغيير
ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي ودكتور عبد الحميد العاني ودكتور لقاء مكي. دكتور عبد الحميد، ثمة من يؤكد أن هذه التظاهرات الحقيقة فيها ميزة الشجاعة والوضوح في تحديد المسؤولين عن الخراب وداعميهم، وهذه الهجمة الشرسة والحادة على أحزاب السلطة وميليشياتها واقتحام مقراتها ومهاجمة إيران وتمزيق صور رموزها خميني وخامنئي وما إلى ذلك، هل تعتقد أن هذا الحراك يمتلك فعلا وضوح رؤية وبالتالي يقدم شيء مطمئن للمجتمع وصواب توجهه؟ نعم، هو يعني دائما نحن نقول أنه لا نفصل بين هذه التظاهرات وبين سابقاتها، هي امتداد، هو تزايد وعي، لكن مثل ما قلت فعلا بسؤالك هي معبرة عن وضوح رؤية وتنامي وعي لدى هذه الفئة المتظاهرة اليوم في تحديد الأسباب الرئيسية التي أوصلت العراق إلى ما هو عليه اليوم، وهذه ليست هي واحدة، منها إيران الداعمة لهذه الأحزاب. دكتور، هذه الوضوح الرؤية تتحدث عنها، نعم، هل سببه التحريض والشحن من قبل المناهضين للعملية السياسية مثل جنابكم الكريم، أم الواقع المرير قدم مثل هذه الرؤية الواضحة للمجتمع؟ هو تراكمات وتكاتف وتكامل، منها الدعوات الصحيحة من قبل الإعلام الحر والجهات والقوى المناهضة للاحتلال في سعيها لتوعية الشارع العراقي بأسباب الخراب والأسس التي أوصلت العراق إلى ما هو عليه، والأمر الآخر الذي ساعد في توضيح هذا الأمثلة التطبيقية حينما نتحدث نحن وكان الواقع مصداقا لما كان، يعني هؤلاء بسوئهم بسوء أفعالهم وسياساتهم المفضوحة والتي كما قلت قبل قليل يعني لم يعودوا يخجلون من فسادهم ولا من فجورهم ولا من كل المآسي التي تسببوا بها، فكانوا بسياستهم الفاسدة والسيئة مصداقة لحديثنا وحديث القوى الوطنية الأخرى. إذن هنا هذا التنامي لدى الشارع العراقي في تحديد المسؤولية هو الذي يتميز عن السابق، ولذلك ربما البعض الآن يحاول أن يشكك باستمراريتها وغيرها. المهم أن الوعي في تزاعد ولا تنازل، يعني نحن الآن نرى أن تنامي هذا الوعي هو المبشر، فهذا المبشر هو الذي يبنى عليه إن شاء الله تعالى في المستقبل. جزء من تحديد المسؤولية هنا، النقطة المهمة هو ليس الخروج أو الانتقاد للأشخاص، وإنما انتقاد العملية السياسية برمتها. وربما من الغريب والملفت للنظر أن هؤلاء المتظاهرون اليوم هم يتظاهرون ضد أنفسهم، يعني بمعنى أنهم يقولون، سمعناها في خطابات في هتافاتهم وشعاراتهم، أن هؤلاء الذين وصلوا إلى هذه إلى السلطة هو بسببنا نحن. وهنا إذن العملية السياسية برمتها أصبحت مكشوفة، فأصبحت القواعد يعني التظاهر انقلاب على أسس العملية. هذه نقطة مهمة. دكتور لقاء مكي، ثم التحول سريع في نوعية الشعارات والهتافات والمطالب خلال التظاهرات الشعبية، من خدمية أساسية بلدية كهرباء تعليم إلى آخره، إلى سياسية، مهاجمة العملية السياسية أحزابها ميليشياتها، مهاجمة الراعي الثاني لهذه العملية بعد الولايات المتحدة إيران، والتأكيد على إزالة أنه العراق لا يتعافى إلا بالخلاص من هذه الأحزاب والميليشيات. يعني هل هذا ردة فعل آنية أم يؤشر إلى ربما منهج عمل قد يستمر في المرحلة القادمة أيضا عند المتظاهرين؟ طبعا نعم، هو حقيقة أكثر من ردة فعل آنية بالتأكيد، نعم، هو نتيجة قناعة ووعي بحقيقة هذه الأحزاب والقوى السياسية. لا ننسى أن هذه الأحزاب هي جزء أساسي من هذه الكيانات الاجتماعية، يعني هي تعمل في ضمن هذه الكيانات منذ 15 سنة على الأقل، وكان لديها بعض الانتشار قبل حتى هذا التاريخ. السكان الجنوب بالتحديد اكتشفوا حقيقة هذه القوى السياسية وحتى الدينية من خلال المعايشة ومن خلال حقيقة السلوك الذي كان ينهجه أعضاء أو هذه الكيانات، أفراد هذه الكيانات من ميليشيات أو من أحزاب، وبالتالي هم أدرى
زيف هذه الأحزاب والكيانات الميليشياوية وأيضا جرائمها في هذه المنطقة. في الجنوب هناك قوة دكتور إذا سمحت لي، اكتشفوا بعد 15 سنة أم أن ربما الأمل بالإصلاح وصل إلى مرحلة اليأس والقنوط؟ عملية كان هناك عملية صبر، نفد الصبر نهائيا، اكتشفوا أم نفد صبرهم؟ هو الحقيقة كما أشرت إليك هناك وعي متراكم. نعم، يعني لا ننسى أيضا أنه الكيانات الاجتماعية وليس الحزبية، الكيانات الاجتماعية لا ننتظر منها أن يكون هناك لديها سلوك أو وعي جمعي مشترك بأعلى مستوى أو حتى بأقل مستوى. هناك وعي وثقافة سائدة، هذا في كل المجتمعات التقليدية. في الجنوب العراق مثل ما بالعراق كله هناك قوة العشيرة وقوة الدين هي اللي تأثر على الكيانات الاجتماعية وتقاليدها والعلاقات ما بينها. الجنوب اعتمد على هاتين القوتين لتحريك أموره بالداخل مع ضعف الدولة بطبيعة الحال. هو اكتشف أن القوة الدينية تماهت مع القوة السياسية بطريقة سيئة للغاية. كل الأحزاب تصف ضدها هي أحزاب إسلاموية بين هلالين. نعم. تدعي الدين. وبالتالي طلع هذا الشعار باسم الدين باغون الحرامي. هذا الشعار بالمناسبة نعم. لم يخرج فقط من واحد في ثورة غضب. هذا الشعار أصبح أيقونة. وحقيقة يعني بدأ للأسف يتوجه حتى للدين وليس لرجال الدين. يعني بكثرة التطرف في رفض. وهذا حتى ربما أدت أيضا إلى نكران أو يعني رفض جميع القوى السياسية الموجودة والمهيمنة على الساحة السياسية في الجنوب العراقي. بالحصيلة أنا أعتقد هذا حصيلة وعي، ولكن هل سيؤثر كما أشرت سؤالك إلى مرحلة مقبلة؟ هل سيعني ذلك أنه إذا صار اسمح لي خلينا نأجل هذه النقطة بعد سؤال دكتور رافع، أنا راح أرجع لك إن شاء الله دكتور. دكتور يعني ثمة من يعتقد أنه فعلا هذا الحراك هو طبعا نتيجة أيضا تراكمية من المواجهة مع مشروع الاحتلال من 2003، لكن هذا الحراك الشبابي بهذا العنف بهذه الشراسة بهذه الحدة والوضوح أيضا والجرأة الحقيقة يمثل حالة من الخطورة على مشروع الاحتلال وعلى أرباب هذا المشروع الأحزاب الطائفية وميليشياتها. أن تصل الجرأة أن يهاجم إيران في وضح النهار في الساحات العامة، يهاجم رموزها، يتهمها بالتسوي الخراب، هذه حالة الحقيقة فريدة متفردة على الأقل في هذه الجغرافيا الديموغرافية الجغرافيا الاجتماعية جنوب العراق. إذا كنا نتحدث عن مناسيب الوعي نعم. بالتأكيد سنقول أن مناسيب الوعي مثل ما أكد الدكتور لقاء والدكتور عبد الحميد أن مناسيب الوعي قد ارتفعت في العراق أكيد نتيجة المعاناة، نتيجة للقهر، نتيجة لقوى وفكر ووسائل إعلام وطنية ضخت أفكارها نتيجة الوضع المزري في العراق، وبالتالي الوعي ارتفع منسوبة للحد اللي ظهرت فيها هذه التظاهرات وظهرت هذه الأفكار وظهرت هذه الشعارات. هذه أولا من الناحية الأولى. القضية الثانية وهي المهمة في هذه التظاهرات أن كل هذه القوى الحزبية التي هي أحزاب السلطة كانت من البداية قد اتفقت مع القوى التي احتلت العراق أو هي يعني أمريكا اتفقت مع هذه القوى وممثليها أن هذا العراق سيسلم لكم على أن تضمنوا لنا أن يكون العراق مسيطرا عليه، وأعطوا تعهدات، وإيران كانت على الخط وأعطت تعهدات بهذا الشكل، ومضت أن هذه السفينة ستمضي إلى الموانئ التي تريدونها شرط أن نحصل على مصالحنا، نحقق مصالحنا ونحقق لكم مصالحكم. هذا الاتفاق وهذا مشروع الاحتلال بهذا الشكل، ومن كان يعني يغرد خارج السرب واجهوه بالرصاص والحديد ومحافظات أحرقت ودمرت سويت بالأرض نعم واتهمت بالإرهاب وهجروا أهلها، فلم يبقى إلا هذا الخزان نعم. الخزان الذي يقولون أنه هذه هي القوى التي نعتمد عليها في مسك السلطة وهذه كلها مؤيدة لنا. وبالتالي عندما يخرج هذا الخزان، عندما يفيض هذا الخزان بهذه التظاهرات الهاتفة ضدهم واللي ترفع شعارات ضدهم، فبالتالي كل العملية التي كانوا أو الترتيبات التي أسسوها وأساسها إيران وأمريكا قد سقطت فعلا. إيران لديها هذه الميليشيات التي يعني ممسكة بكل الزوايا وبكل المفاصل
وترعى كل شيء بالحديد والنار، وتدافع عن المذهب، وتدافع عن الشعارات الحسينية مثل ما يقولون. نعم. وبالتالي هذه التظاهرات تخرج لتحرق مقرات هذه الميليشيات وهذه الأحزاب، هذه كارثة كبيرة، وتهتف ضد إيران، إيران التي اعتقدت أنها توغلت بالعراق وانتهت أمر العراق، انتهى يعني خلص العراق، وهذا الجزء من العراق في جيبها، في جيبها. نعم. وبالتالي من تخرج هذه التظاهرات بهذه الطريقة، كل الأمور انقلبت، يعني الطاولة قلبت. لم يكونوا يتوقعون أن تخرج بهذا الشكل، ولم يكونوا يتوقعون أن ترفع فيها مثل هذه الشعارات. لذلك ظل التأكيد، هذه احنا نرعى التظاهرات وما عندنا مانع بالتظاهرات، خل تخرج ودستورنا كفيل بها، لكن خل تبقى، حتى المرجعية أكدتها، خل تبقى هذه الشعارات مطلبية، طالبوا بالكهرباء والمي، لا ترتفعون سقف أعلى، وقالها المالكي وقالها العبادي وقالتها كل الأحزاب، وإيران أكدت عليها، وحتى أمريكا كانت تؤكد، يعني مطالب، يتحدثون عن مطلبيات، فلذلك يشكلون حكومة جديدة وسترعى مطالبهم. نعم. هذه هي القضية. الآن انتقلوا مثل ما حضرتك كنت تسأل قبل قليل أحد الضيوف عن تطور النوعي في المطالب. الحقيقة الآن المطالب حزبية، وهي من البداية سياسية. نعم. يعني هذا ضد الأحزاب، كل الأحزاب هذه من ريدها تسقط هذه الأحزاب. إذن القضية الآن هذه العملية السياسية التي أسست هي الآن في خطر، وعليهم أن يسرعوا. نقطة فارقة هذه، نقطة فارقة. نعم. دكتور لقاء مكي، من نقطة دكتور رافع يعني المتفائلة جدا، ثمة أيضا من يتفائل أكثر أنه هذا الحراك المستمر في العراق من الجنوب إلى بغداد، هناك تعاطف أيضا في محافظات الشمال والغرب، لكن عدم الخروج لاعتبارات يعني معروفة، أنه هذا الحراك، العراق بعد هذا الحراك ليس العراق الذي قبل هذا الحراك، نقطة فاصلة. يعني هذه السلطة الموجودة واجهت المحافظات الغربية والشمالية، الأكراد أيضا كانت مواجهة، وبقت هذه المواجهة الأخيرة مع جنوب العراق. هل هي المواجهة الأخيرة فعلا؟ العراق سيكون بعد هذا الحراك شيء آخر مختلف عن الذي قبله؟ والله يعني بصراحة شخصيا لا أعتقد ذلك. نعم. شوف، هذا النظام السياسي، يعني أسس العملية السياسية في العراق قائم على مرتكزات معينة هي يعني تمثل سمته الأساسية، وأظن أنه من الصعب أن يغادر هذه السمة، لأنه في مغادرة هذه السمة نهايته. يعني أعطيك مثال بسيط. نعم. الأحزاب والميليشيات في العراق تمول نفسها بنفسها، وهذا التمويل يأتي من سيطرتها على مصادر اقتصادية مهمة في العراق، من عمليات ابتزاز ضخمة تجري في العراق، من عمليات مشاركتها في عمليات الفساد الكبيرة. الفساد مناسب مؤسسي، يعني هو ليس شخصي فقط، هو مؤسسي يمول أحزابه بالميليشيات وقوى سياسية والانتخابات وما شاكل. لذلك إذا أنت يعني إذا تخلوا عن الفساد من أجل التنمية وإرضاء حاجات الناس، فهذا معناه أنه يتوقفون عن تمويل أنفسهم، وبالتالي يقتلون أنفسهم، وهذا أمر مستبعد تماما. دكتور، بس لأن الوقت يعني ضيق، الحقيقة أنه القوى العملية السياسية إلى حد هذه الانتخابات التي جرت كانت يعني تجادل عن مشروعها، عن وجودها، تجادل بالشرعية الشعبية وصناديق الاقتراع. يعني إلى هذه الانتخابات كانت المقاطعة 85%، بقت أيضا تجادل خروج التظاهرات من معاقلها الرئيسية، تكلم الأحزاب الطائفية في بيئتها الاجتماعية في جنوب العراق. السؤال هنا يبقى، هؤلاء يمثلون من إذا مدن السنة مسواة بالأرض، الشمال في حالة يعني خصومة شديدة مع الموجودين في السلطة، الآن التظاهرات في جنوب العراق رصاص، 18 قتيل، 800 جريح، يعني السلطة طبعا لن تستسلم. هؤلاء الذين في السلطة يمثلون من؟ شرعيتهم من؟ على الأقل للرأي العام خارج العراق، في الداخل ميليشيات وفرق موت، واللي يحكي خلص الرصاص موجود والكاتم، في الخارج من؟ كيف يسوقون أنفسهم؟ أستاذ ماجد، الانتخابات الأخيرة لم يشارك فيها أكثر من 20%. تمام. و20% هؤلاء تم تزوير أصواتهم بشكل واسع النطاق. هناك قوى جديدة
جرى انتخابها أو شخصيات ربما لم تحظى بأصواتها، يعني سرقت أصواتها لصالح القوة التقليدية. بالتالي يعني هؤلاء يمثلون أنفسهم أولا وأخيرا، لا يمثلون الناس بالتأكيد. يعني حتى لو كانت الانتخابات ليس فيها تصوير فشرعيتها مفقودة بسبب يعني قلة التصويت أو قلة الإقبال على الانتخابات. نعم. كيف إذا كان هناك تزوير مع الإحجام على التصويت؟ هذا بالتأكيد هذه الطبقة السياسية، العملية السياسية برمت حقيقة أثبتت فشلها المطلق، لا أقول النسبي أو الكبير، المطلق. هي غير قادرة حتى على تعديل نفسها أو تنظيم نفسها أو تحسين نفسها، لأنها من يعني من الداخل هناك فيها سوء بالغ، لا يتعلق الأمر بالدستور ولكن يتعلق أكثر بالقوة المشاركة في هذه العملية وآلية عمل. مشكلة بنيوية. شكرا دكتور لقاء مكة، شكرا جزيلا دكتور عبد الحميد العاني. يعني السلطة الآن تحاول أن تضع المتظاهرين وحاضنتهم الاجتماعية بين ثنائيتين، إما أن تقبلوا بأحزاب السلطة الفاسدة على علاتها أو يتم إرجاعكم إلى الحكم المستبد، حكم البعث، أو يفسح الطريق للإرهاب ليأتي إليكم. وطبعا العبادي أيضا ركز على هذه القضية أنه داعش موجودة وتنتظر الفرصة للاختراق. هذه الثنائية لا زالت لها مفاعيل مؤثرة، لها مستمعون، لها مشترون. تفاعل الشارع العراقي وخطابه يدلل على أنهم قد كفروا بكل هذه الأمور، ومن كفرهم بهذا الخطاب وأساليبهم كفرهم أيضا وتشخيصهم للخطوط الحمراء السابقة. فهذا التصدي للخطوط الحمراء وتكسير هذه الأصنام هو جزء من الوعي الذي لا يمكن بعده أن يكون هنالك تراجع. ولذلك هنا هذه الخطوط الحمراء التي كسروها من أهمها أنها العملية السياسية برمتها وليست كالأشخاص، يعني المظاهرات ليست ضد أشخاص وإنما ضد قانون العملية السياسية. لذلك أتفق مع الدكتور لقاء حينما قال أنه هذه الأحزاب جزء من مشكلتها أن كانت تمول نفسها وتمويلها لنفسها بواسطة السرقات. لذلك حتى الوجوه الجديدة التي ربما البعض كان يبني عليها أملا هي كانت ستسير بنفس القانون وهو تموين نفسها بهذا الفساد. الخطوط الحمراء أصبحت مكشوفة وكشفت نفسها عن نفسها بسبب وقوفها وإمعانها في وقوفها مع الفاسد والظالم وتماهيها في طلب من الناس ومن الشعب العراقي أن يبقى صابرا على ظلمه وعلى جوعه وعلى فقره. الشعب العراقي وصل اليوم خطا جديدا وخط انطلاقة جديدة لا يمكن بعده أن يعود إلى ما تهدد به أحزاب السلطة هذه. وبالمناسبة حينما رفعوا شعار باسم الدين باغون الحرامية، الشعب العراقي لم ينفلت من دينه وإنما هو ثار ضد الدين المزيف وضد الخطوط الحمراء من المتدينين المزيفين الذين اتخذوا من الدين وسيلة لحماية الفاسدين والظالمين. ولذلك الشعب الآن يحملهم المسؤولية ويقول لهم أنتم من حميتم الفاسدين والظالمين. ولذلك جزء من التغيير تغيير هذا جزء من الإصلاح عفوا تغيير هذا كله. شكرا دكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين، وأيضا الشكر لدكتور لقاء مكي الأكاديمي والباحث السياسي العراقي كان معنا من الدوحة عبر الهاتف في هذه الحلقة التي بحثت في التظاهرات الشعبية المستمرة في العراق وفرصتها في التأسيس لمرحلة جديدة من المواجهة مع قوى السلطة أو قوى العملية السياسية الفاسدة. نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إلى دكتور رافع الفلاحي ليمدنا بخلاصة ما جرى من النقاش في هذه الحلقة. يبدو دكتور أن المواجهة الشعبية مع القوى العملية السياسية مستمرة وإن اتخذت يعني أنماط مختلفة ومتعددة. هذه المواجهة قد تتوقف، قد تخمد لفترة لكنها ستعود. السؤال، هل ثمة أفق سياسي لهذه المواجهات
وأنماطها وتحركاتها ومحطاتها؟ دعني أقول إن استطاعوا أن يعني يطفئوا وهج هذه التظاهرات بالقتل، بالتعذيب، بالغدر، بالسجون، بالسحل، بالوعود، بالفتاوى، بالوعود الزائفة، بالفتاوى المضللة، لكنهم لن يستطيعوا أن يوقفوا الملايين القادمة على نفس الطريق. هؤلاء الذين تظاهروا فتحوا طريقاً جديداً الآن، وكأن الطائفة نفسها التي يتحدثون عنها قثارت على نفسها، قثارت على من قالوا إنهم يحمونها وأنهم جاءوا من أجل مظلوميتها. فبالتالي هؤلاء كسروا كل هذه الأطر التي كانوا يعتقدون، تعتقد السلطة وتعتقد أحزابها أنها لن يستطيع أحداً أن يكسرها. وبالتالي هؤلاء حتى أن استطاعوا أن يطفئوا وهج هذه التظاهرات، فإن هناك ملايين قادمة غداً أو بعد غد على الطريق نفسه في ظل نفس الممارسات من قبل السلطة والفساد، لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئاً. هؤلاء لن يستطيعوا. تحدثتم في الطاولة وجرى الحديث عن أزمة اقتصادية، عن أزمات سياسية، عن أزمات تعصف بالعراق الآن، وعن أحزاب تمول وميليشيات تمول نفسها بالسرقة والنهب والتزوير. هذه لن تتخلى عن هذه لأجل البناء. فبالتالي الشعب من سيء إلى أسوأ، لكن هذا الشعب سيفعل مثل ما فعل شعوب كثيرة. الشعب العراقي ليس استثناء. أشكرك والله. سيذهب إلى ثورته. الثورة العراقية الشعبية قادمة لا محال. لم تأتي غدا، ستأتي بعد غد. الآن كل الطرق معبدة لها لكي تأتي وتولد هذه الثورة، ولادتها قريبة جدا جدا. شكرا دكتور، حياك، نلتقي في الأسبوع القادم. بارك الله فيك.